اللي جاي ده اعتقد انتم عرفتوه قبل ما اقوله لكم يعني سمعتوه سمعتوه كابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي لما قال ان الموسم الحالي هيكون الاخير للتونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق مع النادي وقال ان هو اتفق مع اللاعب على ده وان اللاعب متقبل كابتن محمد رمضان قال ان النادي اتخذ القرار بالتجديد لعلي معلول لموسم تقديرا للي قدمه طوال مشواره مع النادي وقال انه في اتفاق مع علي معلول آه انه مش هيتم مقيده او كان مش هيتم قيده الا لما يعود من الاصابه. طيب بص ده الخبر اللي انت سمعته واللي انت عرفته. اللي جاي ده بقى ربما معلومات تسمعها لاول مره. ربما تكون معلومات تسمعها لاول مره فركز معايا كده بقى وافهم اللي بيحصل. بص الاهلي لن يترك علي معلول الا وهو راضي تماما 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 يعني يا كريم وكابتن محمد رمضان قال الكلمتين دول بص الموضوع جاي من اعلى قياده في النادي الاهلي اللي هو كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اسطوره النادي الاهلي قولا واحدا كابتن محمود الخطيب قال لكل من يعمل في النادي الاهلي بما فيهم مارسيل كولر اللي كان مرحب جدا بفكره رحيل علي معلول بمنطق الاجنبي اللي هو بيشوف مصلحه فرقته وخلاص انا عايز اللي جاهز وخلاص. كابتن محمود الخطيب قال لا علي معلول قاعد في الاهلي. هيقعد السنه دي يا سيدي ده اتصاب نهايه الموسم وجاله اصابه كبيره وهيغيب فتره طويله. هيقعد سنه. طيب انا كولر وبقول لك خلاص انا ما بقتش محتاجه انا جبت لعيب تاني واللاعب عنده 35 سنه رايح السنه الجديده هيبقى عنده 36 سنه ف يعني تمام هيقعد في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اصر في هذا الامر وتحدث مع علي معلول وقال له لا تقلق النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا عشان ندي لكل واحد حقه تكفل بعد نهايه عقد علي معلول اللي خلص بنهايه الموسم اللي خلص ده يعني عاد خلص انا مش دعوه باللي يحصل لك بقى تكفل بكامل مصاريف علاج علي معلول وتاهيله وكل الامور وقال لي معالي معلول كابتن محمود خطيب سواء لعبت الموسم ده او ما لعبتوش هنديك مقابل السنه دي حتى لو ما مضيناش عقد وما فيش عقد اتمضى بالمناسبه هتقولي طب يديله فلوس ازاي وهو بيديله فلوس بقى يبقى في عقد كده اللي هو مضينا وخلاص ويتسجل في اتحاد الكوره ويبقى في قائمه الفريق في نهايه يعني هيشوف له سكه بس كده كده انت هتاخد الرقم اللي كنا متفقين عليه اللي هو حوالي مليون و ألف دولار في في السنة. علي معلول هياخد الرقم ده. لعب مارس الكرة لعبه ما لعبوش هياخد الرقم ده. طيب. رجع علي معلول في شهر 11 ونزل التدريبات وبدأ يبقى جاهز ومارس الكورة قالك لا والله ده أنا ممكن أستخدم علي معلول في الست شهور الفضلين دول. أيد في يناير وكده كده إيه عقده شغال. طيب. علي معلول مش جاهز والراجل مش هيعتمد عليه وعلي معلول جاب عرض مثلا خارجي فالاهلي هيدفع لعلي معلول مقابل التعاقد حتى يناير الباقي بقى خلاص ما انت كده راح تمضي مع نادي تاني طيب مارسيل كولر قال لك لا قعدوه في انا مش هستخدمه انا ما عنديش مكان لعلي معلول وعلي معلول مش جاهز ولا يهمك براحتك انت كمدرب براحتك انا كرئيس نادي تكريما لما فعله علي معلول طوال مشواره مع النادي الاهلي هديله عقده في السنه. أنت عايز تلعبه ومش تلاعبه دي رؤيتك الفنية. وبالمناسبة معلومة كمان. في اتفاق علي معلول مع النادي الأهلي على التجديد لمدة موسم اللي كان قبل الإصابة كان الاتفاق بينه وبين الأهلي إنه مش هيتحط نسبة المشاركة. يعني مش لازم يشارك في المباريات عشان ياخد المقابل كامل بتاع التعاقد بتاعه. والأهلي تعامل مع علي معلول بنفس المنطق بعد الإصابة. أنت كده هتاخد العقد بتاعك بالكامل حتى لو بتشاركش في المباريات. انا ليه بقول الكلمتين دول وقلتهم اكتر من مره علي معلول مش هيطلع يقول الاهلي ظلمني الاهلي يتعامل بحساسيه شديده جدا مع علي معلول سمعت تصريحات من الكابتن محمد رمضان سمعت تصريحات من غير الكابتن محمد رمضان علي معلول من الاخر يعني هيمشي من النادي الاهلي متراضي بدون اي ازمه عندي تحفظ بسيط جدا بصراحه يعني بسيط جدا مش كبير يعني اعتقد انه ما كانش وقته الموضوع ده يتفتح تصوري يعني يعني لو مسؤول في النادي الاهلي مش هفتح الموضوع ده دلوقتي اسيبه لما بعد مباراه العين ده رايي ده رايي الشخصي واكيد مسؤول النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي ادرى بهذا الامر بس احساسي انه اللخبطه عند اللاعبين وعند الجمهور هو كده علي معلول الاهلي باعه لا ما باعوش لا ده بيتعامل معاه كويس لا ما اتعاملش معاه كويس بص مش وقته دلوقتي انت مش في وقت تتحدث فيه عن الامور دي واحنا متعودين في الاهلي ايه لما يبقى في مباريات مهمه ركز معايا في دي بقى متعودين من الاهلي لما يبقى في مباراه مباريات مهمه زي مباراه العين اللي هي بعد بكره دي تلاقي الكل قافل على نفسه ما حدش بيتكلم خالص وحتى بالكتير لو حد اتكلم فبيتكلم في اطار المباراه. لكن مواضيع كثيره قبل مباراه مهمه زي دي ومواضيع مش متعلقه بالمباراه اعتقد اعتقد مش اصح حاجه انها تحصل. تصوري يعني وده رايي الشخصي.